بعد أكثر من 15 عاما على غيابه عن الشاشات، أكد نجوم مسلسل فريندز الشهير عودتهم إلى الشاشة في حلقة واحدة حصرية ستبث عبر قناة HBO Max، هذا بمناسبة إطلاقه في شهر مايو المقبل. وقد نشر نجوم المسلسل صورة تجمعهم مرفقة بتعليق هذا يحدث، وذكر موقع فاريتي أن كل ممثل سيتقاضى 2.5 مليون دولار على الأقل لمشاركته في هذه الحلقة، والتي ستصور في استوديوهات وارنر براذرز حيث صور مسلسل فريندز.